عرفش انام وانت صاحي. نامي، مفيش حاجة. حاجة فيه، من ساعة ما جت زهرة وانت قلقان. ما سألتني الزهرة جت ليه؟ وانا مالي، أسألك في اللي يخصني وبس. جدعة فرحة، أكتر حاجة تعجبني فيك الحكاية دي. دي بس كلك على بعضك. أم المالك عفريت كل مصرف ويحضر تاني، مش عارف ليه. بص، أنا ما اسألكش بنت أخوك قالت لك إيه عشان ده ما يخصنيش، لكن مالك وقلقان من إيه أسألك فيهم لحد ما تجاوبني. زعلان من نفسي. زعلان ليه؟ كل ما مد إيدي على خيري أحس إن أنا عملت حاجة كبيرة ما يصحش أعملها. غصب عنك، زعلك منه كان كبير وهو غلط. هو يغلط بس أنا ما غلطش. صالحه، اللي يجرح هو اللي يداوي. برضو مش قادر، وقف جبالي ولغاني وأنا عايش. يتسامح يتصبر. انت رأيك ايه؟ نسامح كريم. بقى مش مرتب انت ولا ايه؟ الحق ما يزعلش. قلت لك ما عرفش كده. ماشي يا زهرة،
حريتك يا امي، حريتك يا امي. الواد جيان حكتني حاجه سيئه، جوز عمتي توحيد. لسه ليك اجل يا احمد، الاول اكوي قلبك على طناك وانت حي، تسلم ايدك. هو في ايه يا محمد؟ في ايه في ايه؟ يعني دلوقتي باسم هيسيب بيت ابوه ويقعد هنا؟ اشتكيتي؟ انا عمري ما اشتكي، ولو ميت عيل دول احباب الله ويتامى. امال ايه؟ الواد من بيت ابوه وامه لبيت الحج توحيد، لبيت الحج كامل، لبيت ابوه تاني، وبعدين عندك، وبعدين واحنا هنختار المطارح بمزاجنا. كل مطرح مكتوب لنا فيه ايام وليالي نقضوها. الواد صعبان علي، عشان كده جبته هنا، عارفك حنينه. مفيش احن منك. لا انت احن، وزهرة عشان موضوع جوازها طول، وباسم مش شقيقها، وامها غايبه، زي ما تقولي اعصابها مش مستحمله. الله يكون في عونها. وانا هودتها كمان عشان خاطر احمد ما تبقاش كل حاجه فوق راسه. قلت مين يستحملني انا ومهران وباسم؟ فرح، انا اي حاجه تريحك اعملها لك. انت الفرحه والامان والراحه والجمال، راحتي في عينيك يا فرح.